حسن، بينما الكرة ملعوبة الآن وهو يقدم الكثير، يعني إذا ما كان لاعب أساسي أو لاعب بديل. بينما ناصر محمد، ناصر يحاول من خلال هذه الكرة ترسل عالية خطيرة، أوه بالكرة الأولى. شوف ناصر محمد لعبها صح، أرسلها صح، ولكن يبقى التعادل بدون أهداف. كرة لي أحمد فرحان، شوف الإعادة، الخطأ لناصر محمد وبالتالي ضربة حرة. استخلاص جميل للكرة، عبد المجيد مرر لناصر محمد، سدد الكرة ولكنها صدت بعد ذلك، تبقى الخطورة. سجاد جاسم يحاول الآن، إدريسة لناصر محمد، داود لناصر محمد، الكرة راح يسدد، سجد جول. الله، يعني ذكرت بأنه راح يسدد وقايل لكم راح يسدد، سدد الكرة قوية 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 قوية. الله عليك على هذا الهدف الجميل، هذا من العاصمة، هذا من العاصمة من بغداد، وبالتالي بهذه الطريقة أمير صباح يسدد الكرة ويسجل هدف جميل. فيصل مع أمير، كرة ملعوبة الآن، هجوم لناصر يحاول جول جول. حماس تنفذ بسرعة وفيصل أرسلها، ومن ثم ناصر محمد إبعاد من حارس المرمى، والله عليك يا إدريسة تابعها صح، تابعها صح وحطها صح في قلب المرمى، قوية كانت من إدريس نيانج، يسجل 5 أهداف في دورينا وهو الهدف الثاني لمصلحة الشرطة من خلال هذا